أسئلة سهلة يا عم مالك، يلا جاوبنا ده رزق وجالك، واكسب يما دي جايزة بجد حاجة وجاتلك مش من حد. أسئلة سهلة يا عم مالك، يلا جاوبنا ده رزق وجالك، حاجة بسيطة في لحظة جميلة، واللي يقولك حاجة عجيبة أكيد هنقوله ده رزق وجالك. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا رزق وجالك. عايزين نقول يا جماعة إن مش معقول الأسئلة بتاعتنا تكون صعبة، ومش معقول كمان إن الناس مش عارفين الأسئلة. الناس طيبين وبسطاء، لكنهم عارفين كل حاجة، بس من كتر الهموم والمشاكل اللي هم فيها ما بيبقوش مركزين. يلا بينا مع بعض نبدأ حلقة جديدة ونشوف إيه اللي هيحصل في برنامج رزق وجالك. يلا بينا نشوف. واللي يقول لك حاجة عجيبة أكيد هنقول له ده رزق وجالك. احنا في برنامج رزق وجالك بنسألك سؤال ولو جاوبت عليه إن شاء الله بتاخد معانا جايزة. حاجة بتسمع وما بتمشيش ولا بتشوف. حاجة بتسمع وما بتمشيش ولا بتشوف. حاجة بتسمع وما بتسمعش ولا بتشوف. مش عارف هي ايه بالظبط. طب حاجة بتشوف وما بتسمعش ولا بتمشي. اللي هي القطة. القطة؟ القطة ما بتمشيش؟ لا القطة بتمشي. ما بتسمعش؟ لا بتسمع برضه. طيب السد العالي موجود في أي دولة؟ اللي ما أعرفش عنه أي حاجة ده بقى. سبحان الله. طيب. السلام. هنقول له ده رزق وجالك. حاجة بتشوف وما بتمشيش ولا بتسمعش؟ لا ما أعرفش ده. أسألك سؤال في برنامج رزق وجالك ولو جاوبت عليها تاخد معانا جايزة، تمام؟ في حاجة بتسمع بس ما بتمشيش ولا بتشوف، هي إيه؟ اكل ترمس؟ كل يا باشا ما تسيبني انا على الموضوع ده عارفيني يعني ليه بس؟ كده انت عارف اننا مش فاضيين وعلى باب الله. والله العظيم؟ والله. انا جايزه في برنامج رزق وجالك، كلمه بقى تقولها للبرنامج لانك جاوبت اجابه خاطئه. ايه احساسك وانت بتجاوب غلط كده وبتكسب؟ لا. ايه احساسك وانت بتجاوب غلط وبتكسب؟ بكتب بارك جميل. ده رزق وجالك من عند ربنا، كلمه بقى اخيره تقولها للبرنامج. انا عاوز اقول لاستاتك ايه اللي انت شايفه. انت سعيد مبسوط حاسس ان الموضوع لذيذ؟ لا كويس بوجودكم يعني، طول ما نفسكم معانا خلاص. تعيش يا باشا. سلام يا باشا. جالك احنا في برنامج رزق وجالك بنسالك سؤال لو جاوبت عليه بتاخدي معانا جايزه. حاجه بتشوف بس ما بتسمعش وما بتمشيش، هي ايه؟ ايش لا اقول ايش العناي. ايه العناي؟ العنين. امال ايه مين اللي قال لك؟ انا بقول لك. لو قلت لوحدك ولا حد غششك؟ لا انا اللي بقول لوحدي. تكدبي ليه؟ ما انا اللي لسه مغششك. الف مبروك، احنا كنا بنضحك معاكي وكسبت جائزه في برنامج رزق وجالك. يا رب يديك الصح ويرزقكم يا رب. كل سنه وانت العالم الغلابه وانت طيب. خليك يا عم. يديك الصح ويرزقكم يا رب. جالك حاجه بتشوف وما بتمشيش وما بتسمعش، هي ايه؟ حاجه بتشوفها حاجه بتشوف وما بتمشيش ولا بتسمع، ومن غيرها انا ما اقدرش اشوفها. من غيرها عينيك. ايه؟ عينيك. الف مبروك يا ست، معانا جايزه في برنامج رزق وجالك. كلمه بقى تقولها للبرنامج. كلمه اولى يعني. كلمه احساسك ايه دلوقتي؟ سعيد. انا سعيد ومبسوط دلوقتي. والله. مش مصدق؟ مش احنا عايزين 23 جنيه ونص ثمن الجايزه. 23 جنيه ونص واجيبهم منين دلوقتي؟ معكش؟ معي. ليه انت يوميتك شغل. يوميتك قد ايه؟ 20 جنيه. 20 جنيه ربنا يقويك. عندك اخوات؟ لا. عندك كم سنه؟ عندي 17 سنه. تشتغل من امتى؟ بشغل ادري جبت احسنه. ماشي بس احنا كنا بنضحك معاك. ده برنامج رزق وجالك. كل سنه طيب. طيب جالك. السلام عليكم. شغال يا ريس؟ شغال نقاش. شغال ايه؟ نقاش. شغال دلوقتي يعني؟ اه. هنسالك سؤال في برنامج رزق وجالك ولو جاوبت عليه تاخد معانا جايزه. حاجه بتشوف وما بتمشيش وما بتسمعش. حاجه بتشوف وما بتمشيش وما بتسمعش، هي ايه؟ معرفهاش والله. يعني ايه؟ ثاني مين اللي قال لك؟ هو انت عشان بعمل كده بالعينين؟ لا. طب احنا في برنامج رزق وجالك وبنقدم لك جايزه حتى لو جاوبت غلط، فكلمه بقى تقولها لبرنامج رزق. خلاص. الصراحه مش عارف حاجه. كلمه تقولها لبرنامج. انت سعيد مبسوط؟ اي حاجه. انا سعيد. مبسوط يعني؟ حاسس ان فكره البرنامج كويسه؟ مبسوط. عايزين 10 جنيه ونص ثمن كارت الشحن. معاك فلوس؟ معاك فلوس؟ بس انا المشكله اني ما معيش خط اتصالات خالص.
معاك فلوس؟ خدها بس. عايزين 10 جنيه ونص. معاك فلوس؟ ايه؟ بيكحها جيبسي. معكش فلوس يعني؟ اصل والله العظيم الفلوس في الباب كلها. على فكره احنا كنا بنضحك معاك وانت بتاخد الكارت من غير اي حاجه وكل سنه وانت طيب. وانت طيب يا باشا. السلام عليكم. السلام عليكم يا حاج. ازيك عامل ايه؟ تمام. سلام انت طيب؟ سلام. احنا في برنامج رزق وجالك بنسالك سؤال ولو جاوبت عليه بتاخد معانا جايزه، ايه رايك؟ سؤال يعني؟ سؤال سهل جدا. يعني ايه السؤال يعني؟ سؤال سهل. جاوب بقى. ايه هو السؤال؟ ما انا سالتك اهو بقول لك سؤال سهل يبقى ايه؟ ما اعرفوش يعني ايه؟ ما تعرفوش؟ طب يا حاج حاجه بتشوف وما بتسمعش وما بتمشيش هي ايه؟ حاجه بتشوف؟ ما بتسمعش وما بتمشيش هي ايه؟ حاجه بتشوف. عينيك يا حاج. هي ايه يا حاج؟ ما اعرفها. عينيك. هي ايه يا حاج؟ عيني. عينيا؟ عينيا ولا عينيك؟ عينيك. عينيا ولا عينيك؟ ايه؟ عينيا ولا عينيك؟ لا عينيك. عينيك انت ولا عينيا انا؟ ماشي يا حاج. احنا بنضحك معاك وكل سنه وانت طيب ودي جايزه في برنامج جايزه وجالك فكلمه بقى تقولها للبرنامج. كلمه سعيد ومبسوط ولا حاسس ان احنا بنضحك عليك؟ الحمد لله. تمام. طب احنا عايزين نص ثمن الجايزه، عايزين 2 كيلو سمك. ايه؟ 2 كيلو سمك نص ثمن الجايزه. عاوز سمك؟ معايا سمك خد اهو. معاك سمك؟ شغال صياد؟ صياد بيحل. تبيع لي السمك؟ اديك سمك انت عاوز. ربنا يخليك يا حاج انا بضحك معاك وكل سنه وانت طيب. احنا برنامج رزق وجالك بنسالك سؤال ولو جاوبت عليه بتاخد معانا جايزه. ماشي. ماشي؟ حاجه بتشوف وما بتمشيش هي ايه؟ حاجه بتشوف وما بتمشيش. لازم نعمل السؤال ده؟ لا والله مش عارف ده. حاجة بتشوف. طيب حاجة بتسمع وما بتشوفش وما بتمشيش. طب مصر دخلت العالم كم مرة؟ كأس العالم. كأس العالم هي 3 مرات لغاية دلوقتي. وخدت كأس العالم كم مرة؟ ولا مرة. ولا مرة؟ طب هناخده امتى؟ والله ما أعرف دي بقى. في أحسن طبقك. وأنت طيب. تاخد معانا جايزة. ثواني حاجة أديك جايزة. أديك جايزة. السلام عليكم يا حاج. احنا في برنامج رزق وجالك بسالك سؤال ولو جاوبت عليه بتاخد معانا جايزه. تمام. اسال. طيب حاجه بتشوف وما بتمشيش وما بتسمعش هي ايه؟ حاجه بتشوف وما بتسمعش وما بتمشيش. وما بتمشي. طلعنا قدام يا ابني زي حيز كده محمود. ايه حاجه بتشوف بس ما بتسمعش وما بتمشيش؟ تلفزيون. تلفزيون؟ تلفزيون بيشوف؟ لا ما بيشوفش، انت اللي بتشوف فيه. هو صح كده. صلاة النبي احسن. طب دي العناية، زي الواد ما بيقوم. العينين؟ امال العين، طب العينين بتشوف واحنا بنمشي. العينين بتشوف بس ما بتمشيش، العينين بتمشي؟ لا. انت اللي بتمشي؟ احنا اللي بنمشي. ماشي. كلمة بقى تقولها للبرنامج. كلمة تقولها للبرنامج. يا عم احنا بنشكر البرنامج وكل ماشيين في البرنامج ونتمنى تسالونا كل ضوء. طب يا حاج برنامج واي وقت وتشكروا اللي انتم ماشيين في الحاجات دي. طب يا حاج عايزين بقى 10 جنيه ونص ثمن كارت الشحن. اعمل باش انا ما بشيلش تليفونات. انا اصلا ما بشيلش تليفونات. هو انت طالما اشتركت معانا لازم تدفع ال 10 جنيه. طب ابقى بظروف اما اجي بدرجه انا علمي اني هقابلها. انت ما معكش 10 جنيه؟ لا لسه على الله بي. خد الكارت دي لحد غير. والله؟ على من ما بشيل انا حاجات زي دي خالص. هقول انت حاج ال 10 جنيه تدينا. خد الكارت ابو 10 وادينا 5 جنيه. عادي. ماشي خده ابو 10 وادينا 5 جنيه بس. ولا تدفع انت الخمسه؟ انا بقول لك ما بشيلش تليفونات خالص. اللي عايزني يجي. انا بضحك معاكوا. اتفضل حاج انت بقى خد انت ال 5 جنيه منه طالما انت مش معاك فلوس. لا ما معيش فلوس كبه. ما هو انا بقول لك انا ما معيش فلوس عايز اصرف. انا بضحك معاك يا حاج كل سنه وانت طيب. وانت طيب. بضحك معاك كلمه بقى للبرنامج. كلمه بقى للبرنامج يا حاج. 100 وانتوا ناس كويسين وربنا يقدركم على الخير كده للناس ده مش كويس 100 100 يعني. حدش بيضيفك هنا كويس. كل سنه طيبين. طعم طيب يا باشا. اسالك سؤال ولو جاوبت عليه بتاخد معانا جايزه تمام؟ حاجه بنسمعها بس ما بنشوفهاش. حاجه بنسمعها؟ بس ما نشوفهاش؟ حاجة نسمعها بس ما نشوفها. الجن ولا العفاريت؟ أنت بتسمع الجن؟ لا. سمعته أنت آخر مرة سمعته إمتى؟ ما سمعتوش خالص. والله؟ والله. أمال إزاي بقى بتقول الجن؟
هنا مش خايف لو يطلع لنا عفريت واحنا بنتكلم دلوقتي؟ لا ما نخافش غير من ربنا. خافش من عفريت يعني؟ لا ما نخافش من. فكر تاني كده حاجه نسمعها ما نشوفهاش. انا ما اعرفها حاجه بنسمعها وما بنشوفهاش هي ايه؟ نعم حاجه بنسمعها وما بنشوفهاش. بنسمع على ان في خير لمصر ومش شايفين. الإجابة ممكن تكون شبه كده بس احنا لا ومش كده. ما هو ده الواقع اللي احنا عايشينه. تتكلم على الواقع. انت مش عارف الإجابة؟ ها؟ ماني بقول لك على الإجابة. هي دي ما إجابة هي. احنا بقالنا سنين بنسمع ان في خير جاي وفي زيادات جاية وفي حد أدنى وحد أقصى. لا شوفنا ده ولا ده. بنسمع كلام كتير وبرامج كتير انما مش شايفين اي حاجه من ده كله. ماشي يا حاج حسام. طيب وانت طيب. السلام عليكم. احنا في برنامج جايزه وجالك بنسالك سؤال اللي جاوبت عليه بتاخد معانا جايزه. حاجه كل ما بتطول بتقصر. كل ما بتطول بتقصر. هي دي الزبادي. ايه الزبادي؟ الزبادي. اه عفوا بكره بس كتبت معانا جايزه في برنامج جايزه وجالك. بس عايز اقول لك حاجه. الاجابه غلط لان الحاجه كل ما بتطول بتقصر هي العمر. ايوه طبعا. ايوه طب انت كده خسرت معانا للاسف. ماشي ماشي. نعم وانت بتغلط كده احساسك تقول لنا وانت مش واخد اي حاجه. اه والله مش عارف اقول ايه. الف مبروك يا باشا. احنا كنا بنضحك معاك. ماشي ماشي. شكرا. السلام عليكم. الله يبارك فيك. ايه ده مش مهم. احنا برنامج جايزه وجايلك بنسالك سؤال ولو جاوبت عليه بتاخد معانا جايزه. سؤال واحد. حاجه بنسمعها بس ما بنشوفهاش هي ايه؟ حاجه بنسمعها ما بنشوفهاش. والله يا عم انا ما عارف. انا راجل كبير ولا عارف. يعني حاجه بنسمعها ولا بنشوفها. بنسمع كتير ان احنا نلبي كذا كذا ولا ولا بتلباش. ادي اللي بنسمعه معانا. صوت طيب. انت بصوت. السلام عليكم. ازيك؟ احنا برنامج جايزه وجالك بنسالك سؤال ولو جاوبت عليه بتاخد معانا جايزه. بعافيه. عيان. ايه؟ عيان. عيان؟ عنك خايف عليك انت. الف سلام عليك. الف سلام عليك. ربنا يخليك. طب احنا بنديك جايزه كده في برنامج جايزه وجالك. كلمه تقولها للبرنامج. شكرا. طيب. وانت طيب. السلام عليكم يا حاج. احنا برنامج اسمه جايزه وجالك بنسالك سؤال ولو جاوبت عليه بتاخد معانا جايزه. ايوه. حاجه بنسمعها بس ما بنشوفهاش هي ايه؟ بنسمعها بس ما نشوفهاش. ما اعرفش انا الحجر ده. حاجه بنسمعها بس ما بنشوفهاش. الهواء. الهواء. لا حاجه. في حاجة تانية؟ أقول لك يعني تانية؟ قول كده لو تعرفته قول. طب الجايزة بتاعتها قد إيه؟ الجايزة قد إيه؟ الجايزة 5 جنيه. حاجة بنسمعها ما إيه كلام الراجل خلاص. ما تخليه يقول يا بابا. هو قوله. ما قلت له الهوا قال لا. أيوه بنسمع بس بنشوف. طب ما أنا قلت له الهوا قال لا الراجل. حاجة تانية. حاجة. إيش هي دي تاني؟ بنستخدمها أنا وأنت دلوقتي. بنستخدمها أنا وأنت؟ الكلام. إيه؟ الكلام. كلام صح يا حاج. ماشي. كسبت معانا. تاخد كارت شحن بقى ولا تاخد 10 جنيه؟ لا لا افضل 10. انا ما عنديش تليفون. ما عندكش التليفون؟ ايه. طب خد. احنا كنا هديك كارت شحن بس طالما انت ما معكش التليفون دي 10 جنيه. صح ولا اه. طب ما تخليها عام. ايه. هي جد يعني ايه؟ اه جد يا حاج. ده اسمه برنامج جايزه وجالك. طب ماشي يا عم. كلمه بقى تقولها للبرنامج. اقول لكم ربنا يوفقكم ويسهل لكم اموركم. يا رب يا حاج. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. أسئلة سهلة يا عم مالك يلا جاوبنا ده رزق وجالك واكسب يما دي جايزة بجد حاجة وجاتلك مش من حد. أسئلة سهلة يا عم مالك يلا جاوبنا ده رزق وجالك حاجة بسيطة في لحظة جميلة واللي يقولك حاجة عجيبة أكيد هنقوله ده رزق وجالك.